السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الأعزاء في لقاء جديد من سلسلة اللقاءات التعليمية الخاصة بمادة الرياضيات. لقاؤنا اليوم بعنوان الربيعيات ومخطط الصندوق والساعدين للصف التاسع الأساسي. لقاء اليوم أبناء الطلاب بعنوان الربيعيات ومخطط الصندوق والساعدين، وما هي المهارات التي نتعرف عليها في هذا الدرس؟ في البداية سنتعرف إلى الربيع الأول أو الربيع الأدنى، ومن ثم الربيع الثالث أو الربيع الأعلى، ومن ثم سنتعرف إلى مخطط الصندوق والساعدين. إذا أبناء الطلاب ما هي خطوات إيجاد الربيعيات؟ الخطوة الأولى أبناء الطلاب هي ترتيب البيانات تصاعديا ومن ثم تحديد قيمة الوسيط الحسابي. أما الخطوة الثالثة أبناء الطلاب انتبه جيدا وسيط البيانات التي تسبق الوسيط الحسابي تسمى الربيع الأول بعد إيجاد قيمة الوسيط هنا سنقوم بإيجاد الوسيط للبيانات التي تسبق الوسيط الحسابي. وهو ما يسمى بالربيع الاول ومن ثم ابناء الطلاب بنفس الاليه وسيط البيانات التي تلي الوسيط تسمى الربيع الثالث نرى ذلك ابناء الطلاب من خلال امثله تاليه في البيان الاحصائي التالي لاحظ معي البيانات او المفردات مرتبه تصاعديا لاحظ معي عزيزي الطالب الكلمات التاليه في البدايه عدد المفردات عدد المفردات هنا ابناء الطلاب سيساوي 11، لاحظ معي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، إذا عدد المفردات هنا ابناء الطلاب يساوي 11، وبالتالي لايجاد الوسيط ابناء الطلاب كما قلنا في الخطوة الثانية سنقوم بإيجاد رتبة الوسيط وهي أن زائد واحد على 2 وبالتالي هي 11 زائد 1 على 2 وبالتالي أبناء الطلاب 11 زائد 1 يساوي 12 على 2 وبالتالي يساوي 6 إذا أبناء الطلاب رتبة الوسيط هي السادسة وبالتالي قيمة الوسيط أبناء الطلاب هي القيمة رقم 6 في البيانات المرتبة وبالتالي أبناء الطلاب القيمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة هنا القيمة السادسة وبالتالي أبناء الطلاب قيمة الوسيط هنا هي 88 إذا أبناء الطلاب تم تحديد الوسيط وهو 88 الآن أبناء الطلاب الأعداد التي تسبق الوسيط طبعا هي 65 و68 و75 و80 و87 الآن كما قلنا سابقا وسيط هذه البيانات يسمى الربيع الاول وهنا مباشره ابناء الطلاب وسيط هذه البيانات طبعا عددها فردي 1 2 3 4 5 وبالتالي n زائد 1 على 2 وبالتالي 5 زائد 1 على 2 اذا هي القيمه الثالثه وبالتالي هي 75 الآن قيمة الوسيط لهذه البيانات أبناء الطلاب يسمى أو نرمز له بالرمز كيو1 وبالتالي أبناء الطلاب هو 75 إذا القيمة الثالثة هنا هي 75 وهي قيمة الربيع الأول وتسمى أو نرمز لها بالرمز كيو1 إذا أبناء الطلاب نسمي كيو1 يساوي 75 وهو الربيع الاول او الربيع الادنى. بنفس الاليه ابناء الطلاب سنجد قيمه الربيع الاعلى او الربيع الثالث. الان الاعداد التي تلي الوسيط لاحظ معي هنا الوسيط 88 وبالتالي الاعداد التي تلي الوسيط هنا 90 و91 و93 و97 و98 الآن سنجد وسيط هذه البيانات، وسيط هذه البيانات يسمى الربيع الثالث، يسمى الربيع الثالث أو الربيع الأعلى. هنا عدد البيانات 5 وبالتالي رتبة الوسيط مباشرة 5 زائد 1 على 2 ويساوي 6 على 2 ويساوي 3 إذا القيمة الثالثة وهي 90، تسعين 91 تسعين وهي 93. إذا أبناء الطلاب قيمه الوسيط لهذه البيانات وهو ما نرمز له بالرمز كيو 3 هو الربيع الثالث وهو 93 اذا قيمه الربيع الثالث او كيو 3 هي 93 اذا نكتب هنا ابناء الطلاب نسمي كيو 3 يساوي 93 بالربيع الثالث او الربيع الاعلى الان انتبه معي جيدا هنا عزيزي الطالب، لاحظ هنا الوسيط هو 88 نرمز له ابناء الطلاب بالرمز كيو2، نرمز له بالرمز كيو2 اذا ابناء الطلاب كيو2 هو الوسيط وقيمته 88 اما الربيع الاول ابناء الطلاب فهو 75 وبالتالي سنكتب هنا كيو1. هو الربيع الاول او الربيع الادنى. بنفس الآلية هنا أبناء الطلاب العدد 93 هو الربيع الأعلى أو الربيع الثالث وهو كيو 3. إذا مرة أخرى 88 هو كيو 2 وهو الوسيط 75 هو كيو 1 وهو الربيع الأول و93 هو كيو 3 وهو الربيع الثالث. لاحظ معي عزيزي الطالب أن الربيعيات هنا قسمت البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية، وبالتالي لاحظ معي الجزء الأول هنا قيمة أولى وقيمة ثانية، وهنا أيضاً قيمة أولى وقيمة ثانية، وهنا قيمة أولى وقيمة ثانية، وهنا قيمة أولى وقيمة ثانية. أولى وقيمة ثانية. الآن أبناء الطلاب ننتقل إلى الملاحظات التالية: الملاحظة الأولى أبناء الطلاب يسمى الوسيط الربيع الثاني او الربيع الاوسط ونرمز له بالرمز كيو 2. اما الملاحظه الثانيه ابناء الطلاب كيو 1 مره اخرى هو وسيط المفردات الاصغر من كيو 2 وبنفس الاليه ابناء الطلاب سيكون كيو 3 وهو الربيع الثالث هو وسيط المفردات الاكبر من كيو 2. أما الملاحظة الأخيرة أبناء الطلاب فهي الربعيات تقسم البيان الإحصائي إلى أربعة أقسام متساوية إلى أربعة أقسام متساوية طبعا بعدد مفردات البيان مرة أخرى الربيعيات تقسم البيان الإحصائي إلى أربعة أجزاء أو إلى أربعة أقسام متساوية أبناء الطلاب في ختام جزئنا الأول تعرفنا إلى مفهوم الربيع الأول ومفهوم الربيع الثالث، ورأينا مثال أبناء الطلاب لإيجاد الربيع الأول والربيع الثالث في حالة عدد البيانات فردياً. نلتقي بعد الفاصل لإيجاد أبناء الطلاب الربيع الأول والربيع الثالث عندما يكون عدد البيانات زوجياً، فانتظروني. اهلا وسهلا بكم ابناء الطلاب من جديد الان نلتقي والمثال التالي. يدل البيان الاحصائي الاتي على درجات 16 تلميذا في ماده الرياضيات. لاحظ هنا ان العلامه او الدرجه ابناء الطلاب من 20. لاحظ هنا البيان الاحصائي. في البدايه عدد المفردات ابناء الطلاب هو 16 وبالتالي هنا العدد زوجيا. وبالتالي سنجد الوسيط او الربيع الثاني والربيع الاول والربيع الثالث اذا ابناء الطلاب سنقوم بايجاد في البدايه رتبه الوسيط الاول ورتبه الوسيط الثاني رتبه الوسيط الاول ستكون ان على 2 وبالتالي 16 على 2 وبالتالي هي القيمه الثامنه اذا القيمه الثامنه هي رتبه الوسيط الاول وقيمه الوسيط الاول هي القيمه الثامنه وبالتالي هي القيمه 14 الان ابناء الطلاب رتبه الوسيط الثاني هي ان على 2 زائد 1 وبالتالي 16 على 2 زائد 1 طبعا 16 على 2 8 زائد 1 وبالتالي رتبه الوسيط الثاني هي التاسعه وبالتالي ابناء الطلاب هي القيمه 16 اذا قيمة الوسيط الثاني هي 16 وقيمة الوسيط الاول هي 14. الآن أبناء الطلاب قيمة الوسيط بشكل عام أو الوسيط الحسابي سيكون 14 زائد 16 على 2 وهو المتوسط الحسابي للوسيط الأول والوسيط الثاني. إذا 14 زائد 16 على 2 وبالتالي الإجابة ستصبح 30 على 2 وبالتالي 15. إذا أبناء الطلاب قيمة الوسيط هنا ستصبح 15 إذا الوسيط الحسابي وهو Q2 أبناء الطلاب يساوي 15 الآن سنقوم بكتابة قيمة الوسيط الحسابي وهو Q2 لاحظ أن العدد 15 غير موجود ضمن مفردات هذا البيان الآن لإيجاد الربيع الأول سنحدد القيم التي تسبق الوسيط الحسابي، وبالتالي الاعداد التي تسبق الوسيط ابناء الطلاب هي لاحظ معي من القيمة الأولى وحتى القيمة 14، إذا قمنا بكتابة هذه البيانات وهي الأعداد التي تسبق الوسيط، لاحظ هنا أن العدد 1 2 3 و 4 5 6 7 8 عددها زوجي عددها زوجي بنفس الآلية أبناء الطلاب كما راينا سابقا ايجاد الوسيط لهذه البيانات وسيط اول ووسيط ثاني وبالتالي سيكون 8 على 2 القيمه الرابعه والقيمه الخامسه. اذا القيمه الرابعه هنا ابناء الطلاب هي 10 والقيمه الخامسه هي 12. اذا الوسيط لهذه البيانات مباشره سيكون الوسط الحسابي للوسيط الاول والوسيط الثاني وبالتالي سيكون 10 زائد 12 على 2 وبالتالي 10 زائد 12 هو 22 على 2 وبالتالي 22 على 2 الناتج سيساوي أبناء الطلاب سيساوي 11 إذا وسيط هذه البيانات أي البيانات التي تسبق الوسيط الحسابي هو 11 وبالتالي الربيع الأول أبناء الطلاب يساوي 11. إذا أبناء الطلاب نسمي Q1 يساوي 11 بالربيع الأول أو الربيع الأدنى. الآن بنفس الآلية أبناء الطلاب سنجد مباشرة الأعداد التي تلي الوسيط الحسابي وبالتالي من القيمة 16 وحتى القيمة أو آخر قيمة وهي 20. الان هنا القيم ابناء الطلاب بنفس الاليه العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 عددها زوجي وبالتالي رتبه الوسيط الاول انعاء 2 والوسيط الثاني انعاء 2 زائد 1 وبالتالي القيمه الرابعه والقيمه الخامسه. القيمه الرابعه هي 18 والقيمه الخامسه هي 18 وبالتالي الوسيط لهذه البيانات أي الوسيط للبيانات التي تلي الوسيط الحسابي سيساوي أبناء الطلاب سيساوي 18 زائد 18 على 2 وبالتالي 18 زائد 18 على 2 الناتج سيكون 36 على 2 وبالتالي سيساوي 18 إذا الوسيط لهذه البيانات هو 18 وبالتالي سنكتب هنا أبناء الطلاب نسمي Q3 يساوي 18 بالربيع الثالث او الربيع الاعلى. الان ابناء الطلاب تامل معي جيدا هنا القيمه 15 هي قيمه الوسيط الحسابي وهو Q2، اذا Q2 هو الوسيط، لاحظ ان القيمه 15 غير موجوده ولكن تقع ما بين 14 و16. بنفس الآلية أبناء الطلاب سنحدد قيمة الربيع الأول، الربيع الأول هنا 11 وبالتالي سنكتب هنا كيو1 يسمى الربيع الأول وقيمته 11. الآن بنفس الآلية الربيع الثالث هو 18 وبالتالي أبناء الطلاب كيو3 يساوي 18 وهو قيمة الربيع الثالث أو الربيع الأعلى. لاحظ هنا أبناء الطلاب أن البيانات قسمت هنا إلى أربعة أجزاء أو إلى أربعة أقسام متساوية، لاحظ القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع، لاحظ كل قسم يحتوي على أربعة مفردات أو يحتوي على أربع مفردات. أبناء الطلاب في ختام جزئنا الثاني تعرفنا إلى إيجاد الربيع الأول والربيع الثالث عندما يكون عدد المفردات زوجيا نلتقي بعض الفاصل إلى مفهوم جديد وهو مخطط الصندوق والساعدين أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب من جديد الآن نلتقي مع مخطط الصندوق والساعدين في البداية أبناء الطلاب انتبه معي جيدا لإنشاء مخطط الصندوق والساعدين لا بد من تحديد البيانات التالية قم بتحديد القيم التالية طبعا هنا نحدد أصغر قيمة ومن ثم أكبر قيمة ومن ثم نحدد الوسيط الحسابي وهو Q2 ونحدد ايضا الربيع الاول وهو كيو واحد ونحدد الربيع الثالث او الربيع الاعلى وهو كيو ثلاثه. نرى ذلك ابناء الطلاب من خلال مثال تالي. المثال يقول يدل البيان الاحصائي التالي على علامات التلميذات في ماده الرياضيات للصف التاسع الاساسي وهنا درجات الطالبات. في البداية لتكوين مخطط الصندوق والساعدين لابد من تحديد أبناء الطلاب كما قلنا أصغر قيمة وأكبر قيمة والوسيط الحسابي والربيع الأول والربيع الثالث. إذا أبناء الطلاب في البداية عدد المفردات طبعا كما قلنا عدد المفردات القيمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر وبالتالي عدد المفردات أبناء الطلاب هو 15 قيمة إذا أبناء الطلاب عدد المفردات هو 15 مفردة سنقوم بتحديد أكبر مفردة وأصغر مفردة طبعاً البيانات هنا مرتبة وبالتالي أكبر مفردة أبناء الطلاب هي 60 وأصغر مفردة هي 18 إذا أبناء الطلاب أصغر مفردة 18 وأكبر مفردة هي 60 الآن يبقى لدينا تحديد الوسيط الحسابي وهو Q2 والربيع الأول والربيع الثالث إذا أبناء الطلاب الخطوة الأولى سنقوم بإيجاد الوسيط الحسابي وهنا رتبة الوسيط ستساوي N زائد 1 على 2 طبعا لأن عدد البيانات فرديا وبالتالي 15 زائد 1 على 2 سيساوي 16 على 2 ويساوي 8، إذا رتبة الوسيط أبناء الطلاب هي القيمة الثامنة طبعا بعد الترتيب التصاعدي وبالتالي الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة وبالتالي أبناء الطلاب قيمة الوسيط هي 42. إذا أبناء الطلاب قيمة الوسيط يساوي 42. إذا أبناء الطلاب كيو 2 وهو الوسيط الحسابي هو 42، الآن سنقوم بإيجاد الربيع الأول وهو كيو 1 وبالتالي سنجد الأعداد التي تسبق الوسيط وهي الأعداد من 18 وحتى 41. إذا الأعداد من 18 وحتى 41 طبعاً هنا أبناء الطلاب العدد هنا فردي وهو 7 وبالتالي مباشرة سنجد قيمة الربيع الأول. وهو كيو 1 هنا عدد البيانات هو سبعة وهو عدد فردي وبالتالي رتبه الربيع الاول ستصبح ان زائد واحد على 2 وبالتالي سبعة زائد واحد على 2 وهي القيمه الرابعه القيمه الرابعه هنا ابناء الطلاب هي 33 وبالتالي قيمه الربيع الاول وهو كيو 1 هي 33 الان ابناء الطلاب بنفس الاليه سنقوم بايجاد الاعداد التي تلي الوسيط طبعا لحساب كيو 3 وهو الربيع الثالث. الان الاعداد التي تلي الوسيط هي الاعداد من 47 وحتى 60 وبالتالي سنكتب هنا هذه الاعداد. بنفس الاليه سيتم حساب الربيع الثالث وهو كيو 3. طبعا عدد المفردات هنا 7 وبالتالي رتبه الربيع الثالث ستكون 7 زائد 1 على 2 وبالتالي هي القيمة الرابعة، القيمة الرابعة أبناء الطلاب هنا هي 55، وبالتالي قيمة الربيع الثالث كيو 3 هي 55. إذا أبناء الطلاب سنقوم بتحديد أكبر مفردة، طبعاً أكبر مفردة هي 60، ومن ثم أصغر مفردة أبناء الطلاب هي 18، وبالتالي سنكتب 18، الآن سنكتب الربيع الأول وهو كيو واحد قمنا بحساب الربيع الأول وهو ثلاثة وثلاثين والربيع الثالث طبعا الربيع الثالث كما حسبنا أبناء الطلاب هو خمسة وهنا قيمة الوسيط الحسابي وهو كيو 2 هو 42 الآن أبناء الطلاب سنقوم بتمثيل هذه البيانات بالشكل التالي لاحظ معي في البداية هنا أصغر قيمة هي 18 وبالتالي سنكتب هنا 18 هي أصغر قيمة ونرمز لها بالرمز A. الآن بنفس الآلية أكبر مفردة هي 60 ونرمز لها بالرمز D. الآن سنقوم بتحديد الربيع الأول والربيع الثالث والوسيط الحسابي. طبعا أبناء الطلاب في البداية هنا قيمة الوسيط الحسابي هي 42 طبعا هو كيو 2 إذا كيو 2 هو 42 الآن لاحظ معي لتمثيل الربيع الأول طبعا قيمة الربيع الأول ستسبق قيمة كيو 2 وبالتالي هنا قيمة الربيع الأول وهو 33 سنرمز لها بالرمز B طبعا هي كيو 1 أيضا بنفس الآلية الربيع الثالث هو 55 وهي تلي الوسيط وبالتالي هنا ابناء الطلاب سنقوم بتمثيل الربيع الثالث وهو 55 وسنرمز له بالرمز سي وبالتالي هنا كيو 3. الان انتبه معي جيدا الى هذا المخطط. اذا ابناء الطلاب هنا المخطط للبيانات السابقه ولاحظ معي التالي. في البدايه هنا اي بي القطعه المستقيمه اي بي ابناء الطلاب تسمى تسمى الساعد الايسر وطول هذه القطعه المستقيمه يسمى يسمى ابناء الطلاب اي بي يسمى بالمدى الادنى لاحظ معي هي المسافه او المدى الادنى المسافه ما بين اصغر قيمه و كيو واحد بنفس الآلية أبناء الطلاب القطعة المستقيمة سي دي تسمى بالساعد الأيمن وطول هذه القطعة المستقيمة يسمى ابناء الطلاب يسمى المدى الاعلى، وهي طبعا المسافة ما بين كيو 3 وأكبر قيمة. أما أبناء الطلاب لاحظ معي المستطيل باللون الأزرق. القطعة المستقيمة سي تسمى أبناء الطلاب، لاحظ هنا المستطيل باللون الأزرق يسمى الصندوق، يسمى الصندوق، ولاحظ هنا هو المسافه ما بين كيو واحد وكيو ثلاثه، وبالتالي ابناء الطلاب طول الصندوق سيساوي كيو ثلاثه ناقص كيو واحد، وبالتالي ابناء الطلاب يسمى بالمدى الربيعي، إذن المدى الربيعي ابناء الطلاب هو كيو ثلاثه ناقص كيو واحد. أبناء الطلاب في ختام درسنا لهذا اليوم تعرفنا إلى الربيع الأول والربيع الثاني والربيع الثالث وتعرفنا أيضا إلى مخطط الصندوق والساعدين. أتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم وعرض هذا الدرس وإلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.